المدرسة اليابانية بمدينة السادس من أكتوبر تعد واحدة من أكبر المدارس المصرية العاملة على الطراز الياباني، وبنيت على مساحة 15,000 مترا وبها 434 طالبا. التقرير التالي يلقي نظرة مفصلة على نظام التعليم المتميز في هذه المدرسة. جولة يومية اعتادت عليها إسراء علي مديرة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، تباشر من خلالها طريقة تعليم الطلاب، تدون ملاحظاتها من أجل تنفيذ نظام تعليم متطور. تجاوزت إسراء عامها 30 بقليل، لكن حداثة عمرها لم تكن عائقا لتضعها الوزارة على رأس أكبر المدارس اليابانية في مصر، ما يجعل خريجة الأكاديمية الوطنية للشباب الأصغر بين نظرائها الآخرين. 12 فصلا تشرف عليهم السيدة، وتسعى جاهدة لتطبيق نظام يعتمد على أنشطة التوكاتسو اليابانية الخاصة ببناء شخصية الطفل من خلال مراعاة سلوكه. أنشطة التوكاتسو بتبني الشخصية إلى جانب المهارات العلمية، في بنعتني بالمهارات الجسدية، بنعتني بالمهارات البسيطة الخاصة التعامل البسيط بالأيدي، كالمهارات الخاصة بالموسيقى والرسم وكل المهارات اللي بتبني شخصية كاملة. تبلغ مساحة هذه المدرسة 11 فدانا، وتضم من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول للابتدائي 434 طالبا، يشرف عليهم 40 معلما ومعلمة تم تدريبهم على كيفية التدريس بالنظام الجديد. يبدأ اليوم الدراسي لهؤلاء الطلاب منذ 7:30 صباحا وحتى 2:30 ظهرا، ويتمتعون بيوم دراسي مليء بالأنشطة المختلفة. احنا في يوم الحيوان احنا لبسنا تيشيرتات عليه صورة حيوان، يعني زي زرافة، قطة، كلب، عصفورة. بحب اجي المدرسة وباجي اشوف اصحابي وبلعب معاهم، وبنطلع مع كل واحد بيطلع السبورة وبنلعب بنعمل انشطة كتير. تخدم هذه المدرسة والتي تبلغ كلفة انشائها 34 مليون جنيه مناطق الجيزة والهرم وحدائق الاهرام والمناطق المحيطة بها. وبحسب النظام الياباني فان المدرسة تفرض مشاركة اولياء الامور في انشطتها لمدة 20 ساعة سنويا.